فايلر، واعتقد احرزت 4 5 أو 6 أهداف في فتره قليله يمكن ما حققتهاش مع لاسارتي. التوليفه السريعه ديت والاندماج السريع ما بين لاعبي النادي الاهلي وفايلر، انت شايفه ازاي وجه ازاي؟ بص كابتن، يعني هو طبعا مدرب كبير ومدرب كويس جدا وبيحترم اللعيبه كلها وبيتكلم مع اللعيبه كلها كويس، فهو قدر اللي هو يلم اللعيبه كلها، ودي كانت حاجه كانت ناقصه في الفتره اللي كانت موجوده، يلم اللعيبه. دي كانت حاجه كانت ناقصه طبعا. فهو قدر في الفتره اللي هو جه فيها اللي هو يحقق ده كله. ولعبنا كوره معاه وقدرنا ان احنا ربنا يكرمنا فترات كتير، وكنا بنكسب دايما، حتى الحمد لله معاه كل مباراه تعتبر كسبناها كلها. صحيح. فدي كانت ميزه، واللي هو دايما اللي هو عنده حماس وعنده شجاعه في التمرين وفي الحاجات كلها، فدي كانت ميزه، يعني هي ده اللي قدر اللي هو يكسب بيه اللعيبه، وده قدر اللي احنا كلنا نبقى ناجحين معاه. بس كمان عنده زي ما كان معايا لقاء امبارح الروتيشن اللي بيعمله مع اللعيبه، يعني ما عندوش، قال لي انا ما عنديش لعيب اساسي واحتياطي. بالظبط يا كابتن، يعني هي دي ميزه كابتن فيه كبيره، اللي هو ما عندوش مثلا حد مثلا غاب، لا مثلا لا عنده اي لعيبه كله يقدر اللي هو يعوض. مثلا حسين غاب في كذا لعيبه، يعني كان بيتواصل معاك حتى بعد موضوع العمليه ده، كان بيتواصل معاك فايلر بشكل مستمر. بيتواصل يعني دايما مع اللعيبه كلها. طيب عندنا نخرج شويه بره الكوره، نعرف برضو حسين من اسئله سريعه جدا.